بلا ما نوصيكم يا الجزائريين، بلا ما نوصيكم ديروا الواجب تاعكم، خلي اللايك تاعك وكمل تفرج الفيديو. حاجة سهلة خلاص، راهم يسينياليو في القناة بسبب الدفاع على إيمان خليف، وما زالوا الفايحين حتى بعد الفوز تاعها، راهم يتهجموا عليها. تسمى رانا مكملين في حملة الدفاع على إيمان خليف، لازم نديروا اليد في اليد، أنا ندير الفيديوهات وانتوما عليكم يا الجزائريين اللايكات والتعليقات تاعكم. ما راكم خاسرين والو، خي الواحد راهو يدافع عن هذا الوطن، فانتوما دعموه ودافعوا عليه من السينيال. نروحوا ديريكت نشوفوا الاحتفالات تاع الجزائريين وكيفاش عاشوا الجزائريين يا خاوتي المباراة تاع ايمان خليف. صدقوني كشغل راهم يتابعوا في نهائي كأس العالم. هكذا تحبوا يا العالم القادر؟ تحبوا تخليوا الجزائريين يركزوا مليح في مباراة تاع بوكس؟ في حياتنا ما تفرجناش البوكس. هيا نشوفوا كيف كيف الفيديو. شعب مريض يا خاوتي، من الاخر ما كانش اللي يحب بلاده كيما الجزائريين. يا والله يديروا واش يديروا ما يقدروش يقلدونا، احنا وحدنا. نتمنى تشوفوا كل تفاصيل المنازلة من الرجل إلى الرأس لإيمان خليف. شوف تقديم الرجل اليسرى لإيمان خليف، محاولة ربما تسديد لكمات باليسرى ثم اليمنى قصد مباغة. ممتازة هذه المبادرة، ممتازة وتصويب اللكمة إلى الوجه لكسب أكبر عدد من النقاط. وايضا قلت تركيز عالي عند الملاكمه الجزائريه. في الملاحق وفي المقررات هي قصه ملهمه فعلا. ايمان خليف لا ادري ما اقول في حقه لانك افرحتنا وابديتنا في هذه وفي ذات الوقت. ايمان خليف
يا العالم يا المنافق، انتوما اللي خليتوا الجزائريين يخرجوا كيما هكذا ويقلبوها كيما هكذا. كون لقينا نديروا عفسه اكثر من هكذا، والله غير نديروا عفسه اكثر من هكذا. انتوما اللي حبيتوا تشوفوا الوجه الاخر تاع الجزائريين، نورمالمون انا عرفتونا، عرفتوا مع من تخلطوا. هذا الشعب ما كانش كيفاش تحقرك الجزائري ولا، لانه الشعب كامل راح يدور عليك وراح يهبل عليك، وجميع واحد مازال يحل في فمه ويشارك في فمه الان على ايمان خليف، رغم انه القضيه خلاص كملت ودات الميداليه وكلش، يا والله ماني طالقو، نقطعك تكون وش تكون، المهم نفرغ قلبي مليح فيك ونبهدلك ونرخصك. عالم منافق يا خوتي، عالم ولا ما يفرقش بين المراه والراجل، حاب يلصقها في الجزائر ويدخل الجزائر وكذا. يا جدك مجلس الامن الدولي، انا الحال العفسه اللي شوكتني هو مجلس الامن الدولي، وزيد من عند شكون؟ من عند روسيا يا خوتي. مجلس الامن الدولي يتكلم على ايمان خليف، جامي صرات في تاريخ الرياضات تاع العالم كامل، في تاريخ المنافسات، انه يتكلموا على سبور في وسط المجلس الامن الدولي، لانه كامل الدول ومنها الجزائر وكامل الدول مديره بلي الاولمبياد هي للترفيه، والسلام عليكم، عباره على ترفيه برك، هذا ما كان. لكن مادام وصلت للمجلس الامن الدولي هباينه، يا جدك الجيش وراح يتدخل، الجيش وراح يهدر في القضيه ويبارك لها. ونعم كيما كان الحال الجيش وتدخل وبارك لها يا خوتي. يا اخي عالم منافق، جايين يحكيوا على الجزائر، الجزائر كبيره عليكم وعمركم ما تلحقونا لو كان تخبطوا ريسانكم في الحيط بعد، حنا رجال عليكم وحنايا فحول عليكم يا العالم المنافق. وايمان خليف مراه ونص مراه وبهدلتكم وما خلات فيكم والو من الاخر. هذه الامنيه تاعي، الامنيه تاعي انه حبيتها تربح ذهبيه وربحتها، تسمى الان ما راحش نرحمهم هذول الفايحين. انتم اللي عليكم يا خاوتي اللايكات تاعكم برك، والباقي عليا، الباقي على اخوكم شرف الدين، انتم اللايكات والباقي عليا. يا والله غير نمرمدهم رخاص، ما يسواوش والله ما يسواو بزقه، صدقوني ما يسواو بزقه. هذا العالم المنافق طايحين لنا زعما حريه التعبير وكذا، راح تلعبوا على رواحكم. عالم منافق فايحين. هيا تحية الجزائر اليوم وغدوة، هذه البلاد نبنيوها احنا يا ولادها، وشكرا لكل جزائري وقف مع بنت بلاده. السلام عليكم.